مرحبا الله يحييكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله افراحكم يا ساده، هذا الكبرياء وهذه العظمه وهذا الشموخ، نفاخر بكم الله. يا سلام الله على رجال المعالي، سادة وابناء عم في كل حالي. قادم يقدم اللابه نمر، يقدم اللابه نمر، شيخ جاه وشيخ طيب وشيخ فاهم، مهدني وانعم وشلال الثقالي. عليك زوف شاعر الجزلات وإيمانه طوالي، حام على القمه صقر بشروبه لانه من الجد ناهم، كل صف لا قدم يبغى مجالي ويتفنن في كلامه وارتجالي. انه الطلعه تمر حنا على القمه ولا فيها مزاحم، جاك صف من صناديد الرجالي. معلك زود جاك صف من صناديد الرجالي، صف من هاشم يزلزل للجبالي، جابنا والله قدر والمخوه والمحبه والتلاحم. لبيه يا شاعر قبل مهدني بضرب مثل، شاعر قافه جزل يقولها صف دقل، زلزل ركون الجبل مثل غيث لا همل. الحمد لله الذي اصطفانا مسلمين، والذي جعل في الزواج سكنا للأرواح والقلوب والعين، والصلاة والسلام على إمام المتقين النبي الهاشمي الأمي. صلوا على جدكم أيها السادة والأشراف وسلموا عليه تسليما. اللهم صل وسلم. علمنا سلامة الجميع، سلمكم. وصلتنا دعوة، دعوة محبة ودعوة أخوة، ويعلم الله أن ودنا أن قدمنا قبل هذا الوقت، لأننا عدى أنفسنا مضيفة والحال واحد والدم واحد، وكل ما يجري في هذا الشان فهو يخصنا وشاننا وشانكم في كل ما يجمل واحد. ملبين للداعي، مشرفين للدعوة، ومنوقسين لكم يا ابناء عمنا، معنا عطا ومعنا نفع. إن وصلنا والله حد الجميل فقصدنا ومرادنا وعد من يستاهل، وإن قصرنا فلا والله ما في الأرض من مثلكم اللي بيعذرنا وبيسمن عطانا. معنا 13500 ريال، 8500 خاصة من آل الحبيب، وبقية المبلغ كل رجال رسمه قدام اسمه. معنا أيضا هدايا مقدمة، 3 هدايا من آل حبيب، هدية عود وطيب وخنجر لك يا مهدني، هدية عود وطيب للشيخ عرار أبو الراس شيخ شمل الخلاوية، هدية طيب وعود كذلك لشيخ العرار. كذلك معنا 4 بشوت مقدمة من عايض الجديبي. إن وفقنا فوالله قصدنا، وإن قصرنا فاحملونا على السلامة. ترى في بني عمكم اللي تشوفون شيوخ مناصر وكبار علم، وكل منهم والله لو وقف في هذا المكان اللي عند كلام اللي تقوم صلاة يأذن الفجر، ولكن أنا خنجر منهم وهم سيوف يندمونني أخدمهم بالكلام. بعد وقفنا حنا ضيوف أو مضيفة، حالنا حال ترحبوا ضيوفكم وفي صفكم، والله يعيننا وياكم. اسمحونا ويسمحونا الرفقة إن حصل منا قصور أو أطلنا عليكم في المقام أو في المقال. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. يا مرحبا الله يحييكم.
أهلا بالسيد شريف علي الحفظي، وأهلا بصف آل حبيب أخواتنا، وأهلا بالسلالة النبوية سلالة محمد بن عبد الله رسولنا ورسول الأمة الذي نقول له في هذا المكان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. نسأل الله أن ننال به الشفاعة. الله يحييكم، أعطاكم سمين آل حبيب والنعامية وسادة الصنيدلي جميعا ومن جاء في ساقتهم، الله يحييكم، أنتم مضيفة في هذا المقام، والله يحييكم، تفضلوا. والله إن ودي إني أرحبكم إلينا الصباح، وراكم مقادير وقبائل من خارج قبائل السادة، ودنا أنكم تعذرونا وتفضلوا يا مرحبا. وعندناهم اللي ما سلم عليهم بعدين بسلم. فضل حياكم الله.